الكويز مجموعة من الأسئلة مش برشا محمد علي تعطيني ديريكت ريبونس. شكون تعتبر أحسن لاعب تونسي توا؟ توا في الوقت الحاضر؟ أي لا لا في المنتخب لاعب تونسي وكاو في المنتخب مش في المنتخب موجود البرا من المنتخب كما تحب. توا محمد السوسي أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ أحسن لاعب في تاريخ تونس ثلاثة هم أي أنور عياد وعصام تاج وهيك المقنع. أنور خاطر يعني فيك؟ لا والله لا من قبل ما أروم فيها أنور. بي لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ عبد الحق بن صالح رغم اني مش موجود مع المنتخب. رغم اني مش موجود. شكون أقرب لاعب ليك؟ أقرب لاعب تو إبراهيم لاغ مكرم سلام. زيد فك مكرم نسيتو مكرم أقرب لإبراهيم زمر علي. أحسن مدرب تونسي؟ أحسن مدرب تونسي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش نقول لك باش تحصل لي علاش؟ أنا رعيد ونجيب بن ثير. أحسن مدرب دربت عنده؟ أحسن مدرب دربت عنده سيلفان نوي. مدرب عنده فضل عليك؟ أنور عياد. علاش؟ أنور عياد خاطر هو من بيه في الكيب ناسيونال هو اللي انسيستي باش نمشي كوب دافريك هو راهو اللي انسيستي ولا سينو راني تنحيت كالعادة. ماتش ما تنساش؟ ماتش الفينال كوب دافريك 2016 ما ننساش طول حياتي. عليه؟ الظلم اللي تعرضنا له ظلم ما عرفتش من وقتها كرهت معناها واحد يكره روحه مش الحكام الرئيسي هكاك جراف ما عمري ما شفتها هكاك في حياتي. باهي هدف ما تنساهش؟ هدف ما ننساهش هدف ماركيتو مع سبورتينغ المكنين كونتر كلوب افريكا هدف نحن باربعه هما بسته 9 متر ديريكت سايبالي بيفو 9 متر ديريكت خذيتها في الهواء وعملت ريكولات نتذكر العيطة متاع الجمهور تو ربحتوا بيه الماتش ربحتوا بيه ربحنا ان بوان معناها ربحنا الكوب افريكان في مكنين نتذكرها العيطة متاع الجمهور تو بين وذنيا تزلزل الصالة تزلزل احلى بونتو سجلته هذاك نورمالمون هذاك وفما في السوبر جلوب زاد سوبر جلوب ماركيت بونتوات ميزاني ركولات هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته هدف ديما نقول ال 9 متر اللي ماركاها انيس المحمودي في كاس فريق مع الزمالك في الجابون الزمالك مع الاهلي اهلي اقوى جمهور جمهور الاسبيرانس وجمهور الكلوب اي واحد عاد تو جمهور الكلوب قبل كان الاسبيرانس دبلوماسي اقرب جمعيه ليك بعد المكنين اسبيرانس ما تأمن به يقول لي لو تعرف حاجة فيك ما تعجبكش تتر ما نحبش نظهر برشا علاش هك كاركتير ما نحب ديما انا اون كاشيت العيش كي ما كي سبت البحرين اليوم هاي بارازار احسن لاعب في العالم ايفانو باليتش ما عادش يلعب باليتش اي احكي لك احسن لاعب بالنسبه لي وتوا اس اسمه هانس ميكل هانس تاع الدنمارك بي اس جي مازال في بي اس جي احسن مدرب في العالم احسن مدرب تاع نونت اس اسمه على ما نسيت دونك انت في لوكويز شكرا لك ميرسي هاي لوكويز